الخير الناس الكل، مرحبا بكم الناس الكل، السيدة والسيدات ضيفتنا وضيوفنا الكرام، السيدة كاتبة الدولة لشؤون المرأة والأسرة، السيد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، السيد سمحني ممثل الهيئة هيئة المحامين اليوم. مرحبا بكم الكل معنا في اليوم هذايا اللي باش يكون يبدو لي من الأيام المهمة باعتباره يوم 27 جانفي 2014 وقع المسابقة على دستور تونس في اختيار التاريخ، يبدو لي اختيار رمزي إلى حدود كبيرة باعتبارنا اليوم نحتفل بالذكرى اللي وقع فيها المسابقة على دستور تونس الجمهورية الثانية. في هذا السياق اخترنا نشاط في الحقيقة مهم، وهو استقلالية القضاء واحداث مجلس أعلى للقضاء مستقل كما ينص عليه الدستور في فصل من فصوله اللي يقول أنه بعد الانتخابات التشريعية بستة أشهر، معناها بالضبط يعني يوم 26 أفريل 2015 يقع إحداث مجلس أعلى للقضاء، واللي يعتبر من أهم الأعمدة للديمقراطية باعتباره يأسس وينظر ويحقق الاستقلالية بين السلطات الثلاث، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. في هذا السياق أردنا اليوم مع بعضنا نعمل ورشة تفكير أو ورشات تفكير نحاول من خلالها نفكر في القانون اللي يضبط مجلس أعلى للقضاء مستقل، وفي هذا الإطار حبينا اليوم في نفس السياق نستدعاو ثلة مهمة من قاضياتنا ومحامياتنا والمجتمع المدني بنسائه ورجاله، وكذلك ممثلين على السلطة التنفيذية اليوم باعتبارهم كلهم ينجموا معنا، وباعتبار زادة ممكن اختصاصهم في مجال القضاء والمحاماة كذلك، باعتبار أنه هذا الكل النجم بعضنا نفكروا في قوانين تضبط هذا المجلس الأعلى للقضاء. في هذا السياق كذلك حبينا نقوم بتكريم سيدتين، ونحن رابطة الناخبات التونسيات ناضلنا وما زلنا نناضل وسنناضل على تمثيلية النساء تمثيلية متساوية في جميع المجالس المنتخبة، ولعل المجلس الأعلى للقضاء واحد منها في المستقبل القريب، وممكن هذا زاد محرار نحاول نشوف به إلى أي حد سيقع اعتماد مبادئ هذا الدستور في ما يتعلق بقوانين وهيئات منتخبة في المستقبل اللي نصلت عليها فصول الدستور اللي نذكر بها 21 34 و46 نصت على تمثيل النساء تمثيل متساوي في المجالس المنتخبة، ونصت كذلك على سعي الدولة لتحقيق المناصفة. في هذا السياق يبدو لي أن رابطة الناخبات كان عندها نضال، نعتبره نضال كقوة اقتراح باعتبارها اشتغلت دائما مع صناع القرار في تقديم مجموعة من التوصيات. رابطة الناخبات التونسيات ممكن هي أول جمعية قدمت للمجلس التأسيسي الوطني التأسيسي في السابق في لجنة الحقوق والحريات لتقديم مشروع حول دسترة حقوق النساء، وكان عنا يبدو لي أثر في ما نجده اليوم بالنسبة إلى الفصول كما قلت 21 و34 و46. كذلك رابطة الناخبات التونسيات تابعت وواكبت المسودات الأربعة اللي نص عليها الدستور، وحاولت في كل مرة تقدم مجموعة من الاقتراحات والتنقيحات على الفصول المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثيلية النساء في المجال السياسي مش فقط الاجتماعي والاقتصادي. كذلك حبيت نقول اللي رابطة الناخبات التونسيات لم تشتغل فقط مع النخبة، صحيح النخبة هي تمثل قوة اقتراح، هي تمثل قوة مناصرة كذلك وضاغط لأنها تنقح وتصحح وتقترح وتنقد، ونقد بناء معتمد على نقد ما هو نراه احنا غير صائب وتقديم مقترحات ممكن نحو الافضل حسب رؤيتها وحسب موقعها في المجتمع المدني. لكن كذلك رابطة الناخبات التونسيات اشتغلت في الميدان باعتبارها تشتغل على الناخبات، يعني الناخبات والمترشحات والملاحظات، ونحن قمنا بالتوعية والتثقيف الانتخابي في العديد من الجهات المهمشة وفي العديد من القرى والارياف لدعوة الناخبات خاصة والناخبين والشباب
الشباب إلى الانتخاب، وكان عنا تواصل في الحقيقة مع الهيئة العليا الأولى المستقلة من ناحية، ثم الهيئة العليا المستقلة الثانية باعتبارنا أول جمعية وقع اعتمادها في ملاحظة الانتخابات في 2011. وعنا شرف أن أول ملاحظة في تونس اللي قامت بملاحظة الانتخابات حصلت على اعتمادها من عند الأستاذة منيا العابد نجمة بن خضر. في الحقيقة هي أول ملاحظة تونسية وهي منخرطة في جمعيتنا، ثم جمعيتنا كذلك حصلت على اعتمادها في ذلك الوقت في 2011 من عند الأستاذة منيا العابد. في الحقيقة هي الوسيط اللي كانت بين المجتمع المدني وبين الهيئة باعتبارها هي اللي تمثله، واليوم سنكرمها لسببين اثنين حسب رأيي. السبب الأول باعتبار نضالها في مجال المحاماة، باعتبار أنها حقوقية، وباعتبار أن مسيرتها الكلها قامت على الدفاع على حقوق النساء والدعوة إلى التضامن بين النساء والدعوة كذلك إلى التناصف في جميع الهياكل المنتخبة. اليوم نشوفوها في مسيرتها يظهر لي هذه تعديت من المجتمع المدني إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عمادة المحامين. لكن أنا نحب نقف على محطة قبل هذا الكل اللي جعلتنا كرابطة الناخبات التونسيات اليوم باش نكرموا امرأة من مجال القضاء وهي السيدة كلثوم كنو، ثم امرأة من المحامات وهي السيدة منيا العابد. علاش هذوما الاثنين ونحب نكرموا نساء تونس الكل؟ راه مش كان هما، لكن هما رمزي بالنسبة لنا احنا، يمثلوا رمزية كبيرة باعتبار السيدة كلثوم كانوا طعنت في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء السابق في عهد الدكتاتورية. لذلك نعتبروها انه هذه الدعوة في الحقيقة انطلقت من عند المجتمع المدني، لكن زادة كان فما شجاعة عند نساء تونس خاصة في هذا المجال انهم يتقدموا ويطعنوا في انتخابات. والمحامية التي قدمت القضية هي الأستاذة منيا العابد. في الحقيقة اكتشفت هذا مؤخرا، ولذلك قلنا هي فرصة للتفكير مع بعضنا في مجلس أعلى للقضاء، لكن في نفس الوقت نحبينا نكرموا الأستاذتين والقاضية والمحامية باعتبار ما قدموه للمهنة ومن دعوتهم لاستقلالية القضاء. ويبدو لي أني أنا لست من سلك المحاماة ولا من القضاء رغم أني رئيسة الجمعية، سأترك واحدة من المؤسسات القاضية أنوار منصري هي اللي باش تقدمهم، ثم نكرموهم مع بعضنا بحضور ضيوفنا الشرفيين، ثم بعد ذلك نمر إلى المقترحات وإلى ما يمكن أن معناها نقولوه حول القانون اللي باش نقترحوه لإحداث مجلس أعلى للقضاء مستقل.